نشوف زين طيلة هذا الأسبوع مع أخصائية التجميل نورة مومن. صباح الخير نورة. خير على جهان. كيف صبحتي مزيانة؟ الحمد لله الحمد لله. كاين شي انتعاش؟ نتوما دابا كلكم انتعاش، سونتر انتعاش، كلشي المساجات لي سوان فيزاج، رجلين، يدين، ايوا اش غنقول لكم؟ سعداتكم. قلت عليك القضيه ديال القبر ماشي. قولي انا كان وقف من الصباح وما كاين لا مساج لا حمام لا والو. ايوا لالا نورا شوفي اجركم عند الله سبحانه وتعالى، اجركم عند الله. لالا نورا مومن، بغينا نتكلموا اليوم على واحد المساله اللي هي محيره كاع العيالات كاملين. الله يحسن العوان، العيالات كاين اللي كيبان فيها شويه الكبر ويا صغيره، يمكن من 30 عام كيبدا شويه ديال التجاعيد على العوينات، كتزيد في 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 فلاج وفي السن كيبداو عاوتاني التجاعيد كيزيدوا. كاين اللي تبارك الله عليها كتبقى قابطه راسها حتى 46 48 عاد شويه كيبانوا التجاعيد، على حساب حتى تلابو وعلى حساب تلابو. يعني كاين اللي الجلده ديالو تبارك الله مزيانه، وكاين اللي الجلده ديالو على قد الحال وسونسيبل، دغيا كتمشي مع الوقت ودغيا كترهل. انتم اكيد كتقدموا خدمات لهذا النوع هذا من يعني من الطلبات اللي كتجيكم لي زونتيغيد او لا كيما كنقولوا لي سوان دو فيزاج اونتيغيد. اونتيغيد نعم. كيف ما قلتي تجاعيد الوجه وديك الخطوط التعبيريه كتزعج بزاف ديال السيدات، سورتو ديك لي ريد ديكسبرسيون، ديك الخطوط التعبيريه اللي كتكون بين الحاجبين اللي كتكون بسبب تقلص العضلات تحت الجلد وترهل الجلد بسبب تقدم السن والتعرض للشمس بدون حمايه بلا ما كنديروا ليكرون ديال النور. وإهمال التغذية السليمة، استعمال مستحضرات تجميل غير مناسبة ورخيصة، نعم هي كتأثر بزاف. لوغ كاين حنا كان عندنا دي سوان أونتيغيد واحد النوع غنهضر لكم عليه اليوم، هو لو سوان أونتيغيد كولاجين. كولاجين كيخفف كيخفف من أثر هاد التجاعيد العميقة وكيزول التجاعيد الخفيفة. حيت بين قوسين لالا نورا غير باش نعرفوا بأن الكولاجين هي واحد المادة اللي كتكون في الوجه ديالنا، هذه مادة طبيعية عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. نعم ولكن كتمشي مع الوقت. نعم نعم. نعطيكم تعريف الكولاجين باش تعرفوا الدور ديالو. واخا الكولاجين كتغطي حوالي 33% من بين جميع البروتينات في الجسم، هو نوع من البروتين اللي كيلعب دور في بناء الخليه. لذا من المهم نفهموا كيفاش كيعمل هذا الكولاجين. نعم. البشرة شابة ونادرة. نعم كيعطي الحياة كما قلنا الحياة. نعم فهو بروتين كيلعب دور أساسي في الحفاظ على صحة وجمال البشرة. والمعروف أن نسبة إنتاج الكولاجين في الجسم كتبدأ تدريجيا مع تقدم السن. نعم. مما كيؤدي لظهور هاد التجاعيد وخسارة الخلايا القوة ديالها اللي كتساعد في الحفاظ على الشباب. نعم. شباب البشرة. فكتصبح البشرة أقل ليونة. والكولاجين كيساهم في الحفاظ، ملي كنديروا هاد لو سوان كولاجين كيحافظ بنسبه كبيره في الحفاظ على هاد المرونه ديال البشره. واش كيحافظ ولا كيزيد النسبه ديال الكولاجين في الوجه كما كان السن ديال المراه؟ كيحافظ، لان كيحافظ على على شباب والمرونه ديال البشره ملي كنبداوه بكري. يعني كنقولوا الوقايه خير من العلاج. تماما. اذا هاد لو سوان كيتبدا بكري، يعني شحال السن؟ 20 عام 24 حتى 25 عام. نعم. 30 عام. نعم 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 نعم. فهاد لو سوان كيملا ديك الخطوط التجاعيد فكتبدو البشره شابه، وكذلك كيملا الاثار الناتجه عن الحب الشباب اللي كيبقاو لنا لي تراس. يعني الناس اللي كيبداوهم زعما الشباب اللي كيبداوهم حب الشباب عادي كيجي في واحد الفتره معينه وكيخلي ديك الندوب وديك الاثار على الوجه. نعم نعم. هاد لو سوان كولاجين العفو هاد لو سوان كولاجين كيعمر هذوك الاثار الناتجه عن هاد الحب الشباب. كما ان مع تقدم السن انخفاض الكولاجين في الجسم كتصبح البشره اكثر عرضه لابراز الندوب. لذلك يلعب الكولاجين دور اساسي في تخفيض هذه الندوب وازالتها بشكل كامل عند البشره اللي باقا صغيره. نعم. كما قلت لكم في هذا لو سوان كولاجين كيعمر لنا كيخفف لنا ديك التجاعيد اللي كتكون ديجا كاينه زعما متراسيه يعني في سن متقدمه. نعم. وما كيخليهاش تراسه في سن مبكره. هذه هي الماده ديال الكولاجين اللي خاصها تكون حاضره في هذا البرودوي الاساس اللي كتعملوا به لو سوان دو فيزاج. ياك لو سوان دو فيزاج كنديروا لو سوان دو فيزاج لي زيتاب ديالو
عادية يعني كنديروا ان غوماج كنحيدوا ديك الشوائب والخلايا الميتة. نعم وكننقيوه من الرؤوس السوداء لي بوان نوار. ايه بعد كنديروا كيكون المودلاج كريم اباز دو كولاجين وان ماسك دو كولاجين. يعني الماسك دو كولاجين كت يعني جاهز كاين عندنا. واحد كاين عندنا كاين سواء كيكون عندنا في واحد لابودغ سواء كيكون عندنا في ورقه كنحطوها فوق الوجه وكتكون عندها واحد لوسيون خاصه مره كنفزقوا بها باش كيعمروا هذوك لي غيد. نعم نعم شحال كياخذ ديال الوقت هذا لوسوان؟ 30 دقيقه. نعم. لوسوان كامل كياخذنا واحد ساعه ونص. ساعه ونص. نعم. وشحال كياخذ من عند الزبونه ديال الفلوس؟ نتوما كياخذ لكم ساعة ونص واللي بغى نجي تصايبو شحال كياخذ منا ديال الفلوس؟ كنصنت 450 درهم 450 600 درهم حتى 600 درهم. ومن بعد كيفاش كتكون النتيجة؟ أنا واخا عطيت 600 درهم ولكن كيفاش غتكون النتيجة؟ واش النتيجة فورية باينة مرضية؟ فورية باينة حيت هذاك الكولاجين كيعمر لنا ديك لي غيد الخفيفة الخفيفة ومع المدة كيخفف من التجاعيد اللي هي عميقة. نعم نعم نعم. ولكن اكيد اكيد انا عطيتكم ديال الكولاجين يعني اكيد كتكون واحد النتيجه اللي هي باينه. واخا ان نورا مومن حنا عندنا واحد الفقره ديال التغذيه اكيد كنهتموا بهاد يعني بهاد يعني بالفيتامينات باي حاجه كتهتم بالجسديه. الكولاجين كيتواجد في بزاف ديال المواد الغذائيه غير باش نعرف خصوصا الحامض. نعم. والحامض الحامض سيرسو الحامض البيض البيض يمكن كاع السيدات يمكن لهم يديروا البيض البيض في الوجه ديالهم فهو غني بالكولاجين. كنطربوه ونديروا زعما كماده طبيعيه في الدار. نعم نعم نعم. كما انا نعطي بعض النصائح للسيدات للوقايه من التجاعيد بحال دابا المداومه على استعمال المستحضرات العنايه اليوميه بالبشره لا لوسيون لو غوماج مره في السيمانه لي ماسك بانتظام على حسب طبيعة الحال كل نوع البشرة والاحتياجات ديالها. المداومة على استعمال المستحضرات الواقية من الشمس ضروري ليكخون قبل السيدة ما تخرج من الدار حتى المرتين في نعم في سواء في الصيف ولا في فصل الخريف شتاء ما كاين مشكل. نعم لأن الأشعة الشمسية كاينة دائما. نعم نعم. الاهتمام بتناول الفواكه والخضرة بزاف. نعم. الخضرة مهمة. والماء الماء الماء الماء. وشرب كثير من المياه لأن الماء هو وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. نعم نعم. وأخذ قسط كافي من الراحة. نعم نعم. هاد سوان فيزاج باش نرجعوا ليه شحال ممكن المرأة أنها تجي تعملوا عندكم جوج المرات في 3 شهور يمكن؟ لا مرة في 3 شهور. مرة في 3 شهور. نعم مرة في 3 شهور خصوصا ملي كيتبدل الفصول ديك الوقيته ديال شونجمون ديال الكليما ديال هكا الجو كيتبدل التغيرات الجوية كتنشف التغيرات الجوية حتى الجسم كيتأثر الوجه كيتأثر والشعر حتى هو كيتأثر. نعم ومن صحبه مدام أنيسة مومن ياك؟ نعم. واش من صحبه لكل النساء سواء الحوامل المرضعات؟ ماشي مشكل. ماشي مشكل يعني المواد ديالو غير مؤثرة ومقوياش. غير مؤثرة نهائيا. نعم نعم نعم. ختاما بغيت نختم معك بواحد سؤال. واحد السيدة اتصلت بينا من قرسيف لالا كنزة كتسول واحد السؤال انها عندها تحت الركبة اليمنية ديالها بحال شي صوفة وشتتيها بحال الا قلنا الليفاريس في اللون ديال الليفاريس ياك. نعم. قالت لك واش ممكن انها دير المساج؟ واش ممكن انها دير داك الحمام ديال الماء للرجيلات ديالها؟ شنو ممكن تضيف هذا الحمام ديال الماء؟ وحتى الا بغات دير المساج شنو الزيت اللي تستعمل؟ واخا وهذيك اللي قلتي لي بحال الصوفه زعما دارت عليها لي زاناليز وكلشي مزيان. انا نصحتها وقلت ليها غيدوز معايا طبيب ديال المفاصل والعظام وغاد ندخلك معاه. قالت لي الله يحسن العوان ما عنديش هي ما عندهاش باش تمشي عند الطبيب وفواحد المنطقه اللي تقريبا غير ما واحد ديال قرسيف. انا نصحتها تمشي عند الطبيب تماما نصحتها تمشي عند الطبيب. لا حيت تقدر تكون شي حاجه بحيث المساج كينشط الدوره الدمويه يعني بحال كيفيق الخلايا. نعم فهمتيني دونك ما نقدرش نصحها بالمساج حتى تشوف النوعيه ديال ديك المشكل اللي عندها والطبيعه ديال ديك اللي قلتي بحال الصوفه شنو هي والحمام ديال الماء سخون مثلا بلاش ماشي مشكل. لا الحمام بحال بس تخشي رجليها دير فيه ديك لي زويل اسونسيال غير باش ترتاح الرجل ماشي المساج ماشي مشكل.
نعم، نتمنى هذه النصائح تسمعنا كنزة من قرسيف، وكنزة إن شاء الله سيري عند شي طبيب بإذن الله ويحل المشكلة بشكل أفضل وبشكل علمي وطبي يكون أحسن. شكرا لك للا نورة مومن. مرحبا غدا إن شاء الله الجمعة غنتسناوك بإذن الله تعطينا موضوع آخر، نصائح أخرى أكيد معك، وإذا بغيتي تجي تحضري معنا واحد الكساعة ديال الكسكس مرحبا بك. هذه غير تخيلناها وصافي، غير تخيلتها دابا وصافي، والمهم مرحبا بك. شكرا شكرا نورة، صباحك مبروك اختي.